أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وَأَ وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا
وقل جاء الحق
وقل جاء
بسم الله وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رب اجعل هذا البلد آمنا واجعلني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد
رَبَّنَا وَمَا